حد يفكر ها ثلاث انواع خلاص بس انا هنقول لكم اربعه هنخليهم ثلاثه مؤقتا في عندنا اربع اثنان لفك العضو واثنين مرتين يبقى كام وخمسه وزيهم تحت أفضل أنسى إن في عندي 4 2 5 5 يعني 16 سنة إن تفك العضو 4 2 5 5 تمام؟ طب 4 2 5 5 دول هنسميهم إيه؟ هنسمي الأربعة دول إنسسورز أو قواقع والاثنين دول هنسميهم الكناين أو أنياب والخمسة دول هسميهم البري مولر أو الضواحك والخمسة دول هسميهم المولر اللي هسميهم الطواحن والاثنين دول هسميهم الضروس على بعض عشان ما تعبش يبقى أنا عندي كم نوع من الأسنان إذا بدأت أول هيكون أربعة إذا المعلومة كانت طيبة كده يبقى ثلاثة خلاص يبقى انا عندي اربعة انسوس اثنين كناين خمسة بري مولر وخمسة مولر وممكن اخليهم عشرة على بعض تمام يبقى انا ارجع تاني من الاول عندي 32 سنة وعندي اثنين جروب واحد فوق وواحد تحت يبقى في 16 و16 ال 16 اللي فوق زي ال 16 اللي تحت في عندي 16 مليون 4 2 5 5 انسسورز كناين بري مولر ومولر تمام ده بالنسبه للشرط البالغ طب الطفل التشايلدز بيبقى موجود فيه ايه؟ موجود فيه نفس الانواع دي ولكن بعدد اقل طب تيجي نعلمها بحاجه عشان ما نتلخبطش اما بنلاقي ماتش كوره ويقول لك الكابتن حسن شحاته بيلعب بطريقه 4 2 4 مش كده؟ نتهدم او ما نتهدمش مش مشكله بس طريقه اللعب اسمها ايه؟ 4 2 4 لما تيجي نطبق دي على الاسنان بتاع الطفل هنلاقي الطفل 4 انسوس و2 كناين و4 مولر تمام؟ 4 2 4 يعني 10 في الأبر شوز وزيهم تحت في الدور شوز يبقى الطفل عنده كام سنة؟ 20 سنة أنا أنسى الكلام ده ممكن ننسى حسن شحاتة لكن ما ننساش عدد الأسنان في الطفل 20 سنة كل جزء فيه 10 يبقى أنا عندي هنا 4 2 4 وزيهم تحت 4 2 4 ده في الأبر جو وهنا في الأبر جو وده في التشايلد وهنا في الأرض خلاص يبقى أنا هرجع هنا للمكونات تاني اللي أنا كنت اتكلمت عليها وهي الصليبة اتكلمنا عليه الثم أو اللسان الحاجة الثالثة التكييف خلاص؟ طيب المكونات دي كلها اللي موجودة في الفم هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل عملية هضم تمام؟ طيب كل مكان في الجسم اللي بيضع او بيساهم في عملية الهضم لكن عملية الهضم مش عبارة عن جزء واحد او عملية واحدة بتتم احنا بنجد ان عملية الهضم بتبقى عبارة عن عدة عمليات متجمعة مع بعضها. عملية الهضم بتبقى مجموعة من العمليات. في عندنا الدايجيشن انكلود فور يعني أربعة فور بروسيس بيضم أربع عمليات
أربع عمليات. العملية الأولى بنسميها الميكانيكال بروسس. ميكانيكال بروسس. وعملية تانية بنسميها السيركيولاتوري بروسس. وعملية تالتة بنسميها الكيميكال بروسس. وعملية رابعة وأخيرة اللي بنسميها المايكروبيولوجيكال بروسس. يبقى إذا عملية الهضم مش عملية سهلة كده وبسيطة، لا، ده هي بتضم أربع عمليات. معايا يا أساسا؟ خليك معايا. بتضم أربع عمليات. طب تعالوا كده نترجم الأربع حاجات دول ونستشعر كده واحنا بناكل بيتموا ولا مش بيتموا. نشوف أول واحدة اللي هي ميكانيكال بروسس. ميكانيكال بروسس معناها إيه؟ العمليات الميكانيكية. إيه العمليات الميكانيكية اللي بتتم في أثناء عملية الهضم؟ بنسميها عندنا حاجة تانية. عندنا النوع الأول اللي هو إيه؟ عملية البريك داون أوف ذا فود باي يوزنج ذا ديل اللي بنسميها الماستيكيشن. ماستيكيشن ماستيكيشن اللي هي عملية إيه؟ عملية تقطيع ومد الطعام باللعاب نسميها المصج. تمام؟ حركة الأسنان وعملية التقطيع دي ميكانيكال. البريستاسس دي ميكانيكال. خلاص؟ يبقى إذا عندنا عدة أنواع من الهضم الميكانيكي أو البرس بتاع الميكانيكال. بداية بحركة الأسنان، ثم حركة دودية للمعاء، ثم عملية خلط الطعام بالعصارات اللي بيفرزها مثلا اللسان في داخل التبويض الفمي الجوي. ده بالنسبة للميكانيكا. طب السيكريتوري بروسس في كل الفجوات اللي موجودة داخل الجسم اللي بتفرز عصارات بتساهم في عملية الهضم زي السلايفا، هو عبارة عن سيكريتوري بروسس. يعني إفراز من الغدد الدرقية يعتبر سيكريتوري بروسس. إفراز العصارة المعدية المعوية نفس الاسم. العصارة المعدية دي كل ده بتحكم ايه؟ السيكريتوري بروسس. الحاجة الثالثة الكيميكال بروسس. What's meant by chemical process inside the digestion؟ All the chemical reaction occurring during the digestion is a chemical process. بمعنى ايه؟ The effect of maltase enzyme on maltose sugar is a chemical process. Yes or no? Yes. يبقى اذا تأثير المالتوز على الماltase على المالتوز بيعمل فيه ايه؟ بيكسره بيحوله من جلوكوز. دي معناها ايه؟ chemical process. يا شباب يبقى عندي ميكانيكا الحركه تقطيع الطعام وسط الاسنان والحركه الثدييه في الامعاء وحركه اللسان داخل الفم كل دي ميكانيكا. السكريتوري عمليه افراز العصارات المختلفه دي بنسميها السكريتوري. الحاجه الثالثه الكيميكال بروسس اللي هي العمليات الكيميائيه التفاعلات الكيميائيه. في تفاعلات بين ايه وبين ايه؟ بين انزيم وبين ماده غذائيه معقده وبالتالي دي بنسميها. طب المايكروبيولوجيكال بروسس مين يديني مثال عليه شاطر كده ويقول لي مايكروبيولوجيكال بروسس؟